وجودك معانا واهلا بيك على شاشه اون تايم سبورتس 2. Es un placer para mí. حقيقة ده شرف Primero كبير agradecer لي la أن أكون مع oportunidad y el حضراتكم reconocimiento a todos وفرصة ustedes y كبيرة لي أن saludos muy أتواصل especial مع para حضراتكم. toda la gente de Egipto. تحياتي إلى كل الشعب المصري وكل الناس في مصر. جيمي صلاح اتكلم عنك تحديدا في أكتر من مناسبة، اشتغل مع مدربين كتير لكنه قرر أنه يخصك بالذكر في بعض الأمور اللي كانت محتاجة للتطور. عايز تشرح للناس أو عايزك تحكي للناس إنه محمد صلاح في بداية تعامله معاك، إيه المشاكل اللي هو بنفسه كان شايفها في نفسه وابتديت تشتغل عليها إزاي؟ حسناً، المشروع كان مشروع عظيم للغاية. محمد صلاح كان يعرف قدراته ويعرف أخطائه ويريد دائما أن يتخطى ويعدل ويصحح من أخطائه، ومع مرور الوقت تمكن محمد صلاح من تصحيح الأخطاء التي كان يرتكبها، وعلى المستوى الفني وعلى المستوى البدني كان دائما في تحسن وتقدم وتطور أداء. هل فكرة انه كان محمد صلاح بياخد الملعب كله جري، هل دي واحدة من النقط اللي انت كنت شايف انها كانت شوية عاملة اهتزاز وانه كان محتاج يستلم الكرة من اماكن معينة قريبة لمنطقة الجزاء؟ هل تحركه القطري كان بالنسبة لك اهم بكتير من انه ياخد مسافات طويلة ويجي على الاخر يبقى مجهوده البدني مش بنفس الكيفية؟ حابين تحكي لنا شوية تفاصيل وكواليس في القصة دي. حسنا، بعد التحليل طبعا وبعد تحليل العديد من المباريات التي كان يلعبها محمد صلاح وجدت بعض النقاط، ولكن من النقاط المهمة أنه كان يعدل في كل مباراة قبل المباراة السابقة ما كان يشعر هو بأنه أخطأ فيه. على سبيل المثال، إذا كان يقطع مسافات كثيرة جدا في الجري لاستلام الكرة، في بعض الأحيان الأخرى كان يجري قليلا ويستلم الكرة من نصف الملعب ثم يذهب بها ليتمكن من إحراز الأهداف. كان محمد صلاح دائما يلعب على نفسه، يعدل من نفسه، دائم التطوير ودائم تصحيح أي خطأ يشعر به في أي من المباريات. بعد هناك تفصيلة صغيرة كان من الممكن تصحيحها، وأؤكدها أنها كانت أفضل شيء أعتقد في محمد صلاح وهو استعداده الدائم إلى استقبال المعلومة وتصحيح الأخطاء لإحراز الأهداف. كان دائما لا يجد أي مشكلة في الاستماع والاستفادة من أخطائه وتعديلها فورا. لوتشانو سباريتي فترة روما طلب من محمد صلاح استخدام رجله اليمين أكتر وأكتر وأكتر، سواء في المراوغات أو في الفينش على المرمى. كمدرب خاص لصلاح في الفترة دي، إزاي اشتغلت على فكرة أنه تكون قدمه اليمنى، مش هنقول زي قدمه اليسرى، ولكن يبدأ التحسن فيها؟ إزاي بتشتغل كمدرب على الشق ده مع صلاح؟ حسنا، عندما نعمل القدم التي تعمل بكفاءة قليلا عن القدم الأخرى نحاول أن نعمل عليها، لأن ليس جميع اللاعبين بدنيا يمتلكون نفس الكفاءة أو نفس كفاءة محمد صلاح. ليس كل اللاعبين لديهم نفس كفاءة القدم اليسار مثل القدم اليمنى. هناك بعض اللاعبين أن يقومون بالتحكم الجيد في الكرة من خلال القدم اليمنى. قمنا بعمل العديد من الجلسات لتحسين استخدام القدم اليمنى أكثر من اللازم،
وأيضا في طريقة لعبه كنا أيضا مع الوقت. وأكررها أن التكرار كان من الدوافع والعوامل الرئيسية التي ساعدتنا كثيرا على التحسين. ومن وجهة نظري أن محمد صلاح أحرز العديد من الأهداف بقدمه التي كنا نلعب عليها سواء قدمه اليمنى، وهذا ما سمح له أن يستخدم قدمه اليمنى بكفاءة عالية كما يستخدم قدمه اليسرى أيضا، وبالتالي هذا ساعده شخصيا وساعد الفريق أكمل. الحصص التدريبية الخاصة لصلاح كانت قد إيه على مدار الأسبوع ولمدة كام ساعة؟ حسنا، كنا لدينا أن نعمل 3 مرات في الأسبوع أو 4 مرات طبقا لما يسمح به الفريق أيضا، وطبقا لمحمد صلاح عندما كان هناك عمل قليل في الفريق كنا نستغل نحن هذا الوقت ونعمل معا، وتمكننا مع مرور الوقت، ولكن كنا نعمل حوالي 6 سيشنز في الأسبوع طبقا كما ذكرت آنفا إلى التزاماته مع الفريق. المباراة اللي انت حسيت انه كانت نتاج لعملك او اللي صلاح نفسه سجل فيها هدف او صنع هدف وحس انه فعلا الحصص الزيادة دي التمرينات الخاصة دي فرقت معاه بالإيجاب وأثرت في ده في الملعب؟ هي مباراة بالنسبة لي أعتقد أن هناك مباراة أو مباراتين عندما كان يلعب مع مصر في تصفيات كأس العالم في البنالتيات عندما أحرز هدف، كنا نعمل كثيرا جدا على هذا، وأتحدث الآن على ثقته بنفسه تحت الضغط، التركيز في لحظات صعبة للغاية، كنا نلعب نحن ونركز جيدا على هذه النقاط. أنا فرحت جدا لتنفيذه لهذه التعليمات، إحرازه الأهداف، عمله تحت ضغط، وأسعد جميع الشعب المصري بالتصنيف والوصول إلى البطولة. كان يلعب مباراة أكثر من رائعة، وكانت حلم بالنسبة له وبالنسبة إلى جميع المصريين. أعتقد أن هذه هي أكثر مرة